اولا كنبغي نشكر موقع انفاس بريس على هذا الانترفيو هذا، وكنبغي نقول ليه انه حنا في امس الحاجه، كيف كيعرف بزاف ديال الناس انه في امس الحاجه نعانقوا الجمهور ديالنا، لانه كان واحد الغيبه طويله ديال عامين، حتى العامين وشي بركه، وحنا ما شفناش الجمهور، وحنا ما درناش لاسين. فمني كتكون بحال هذه البديره من عند خويا جواد الخودي، فانا كنت من الناس المؤيدين، وكان عجبني الحال انه نديرو في دي كافي تياتر، ونديرو دي سبيكتاكل في دي كافي تياتر، ونكونوا قراب من الجمهور، واخا بفئات قليله، بواحد 100 ولا 120 حتى 130 مزيان، باش تبقى ديما اكرو، وتبقى ديما عندك الحركيه ديال لي سبيكتاكل خدامين. والحمد لله انا باقي اون روداج في السبيكتاكل ديالي، باقي كنحيد شي حاجه ونزيد شي حاجه، والخير دليل هو انه راكم شفتوا على عينيكم ان الجمهور كان ضاحك وعجبو الحال، وداز واحد سبيكتاكل هائل ورائع، وكان واحد التجاوب كبير مع الجمهور، الجمهور ديال عين السبع والنواحي. كنبغي نشكرو حتى هو، وكنبغي نشكر جواد الخودي اللي عطانا الفرصه هذه اننا نهضروا مع الناس ونضحكوا وندوزوا واحد الوقيته زوينه. الجو ديال الفن دابا الحمد لله تيميدمون بدات كتحرك، بدينا كنشوفوا هاد لاسين خدامه، هاد لو تياتر خدام، هاد السينما دا حلو، واخا ب 50%، ولكن الحمد لله احسن من بلاش كيقولوا، اللهم العمش ولا العمى، وهذا الشيء اللي كاين، والله الله يسهل الامور، ونشوفوا ان شاء الله يا ربي كنقول الانستغرام، نشوفوا الفن، المجال الفني يزدهر ويرجع كيف كان او احسن. علاش لا؟ لانه فريمون الجمهور متعطش بزاف لدي سبيكتاكل والمسرحيات، والجمهور باغي هادشي وما لاقيش. فمني كنشوفوا بحال هاد البديرات ديال جواد الخودي، ديال طاليس، ديال بزاف ديال الناس اللي كيخدموا في دي كافي تياتر، انا كنشجعهم، وماشي غير عليا انا، بزاف ديال الكوميديا محتاجين انهم يضحكوا، ومحتاجين دي زانتيراكسيون مع البيبليك. الله ييسر الامور، ونشوفكم ان شاء الله ساعه زوينه، ومرحبا بكم في العرض. انا اون غوداج نهار غندير لافيش ان شاء الله اوفيسيال، غنقول نديرها لكم في موقع التواصل الاجتماعي، ونحضروا ونضحكوا كاملين ان شاء الله. تبارك الله عليكم.